أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل رب اجعل هذا بلدا آمنا. آمنا وارزق أهله من الثمرات. من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا. فأمتعه قليلا. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا وتقبل منا

ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ إن الله اصطفى لكم الدين. لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم.